هادي شويه على راسكم، هادي شي شويه الله يديكم. رقم 27 رقم 28 معكم خالد بوقجيج عضو جمعية الآباء وأمهات مدرسة أم أيمن، الصفة ديالي نائب رئيس الجمعية. إذا في إطار الاستعدادات لهذا الدخول ديال الموسم الدراسي، أكيد أن جمعية الآباء عقدت مجموعة لقاءات تواصلية سواء مع هيئة التدريس أو مع مجلس التدبير الذي يمثله المدير كرئيس كذلك. لهذا كما كتشوفوا هذه الاستعدادات، الحمد لله هذه الاستعدادات كانت بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني كما تشوفوا في هذه اللحظه، كذلك نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الاستعدادات، وخصوصا السلطات المحليه التي نراها في هذه اللحظه يعني واقفه يعني منذ الصباح الباكر، وهي واقفه يعني في هذه الظروف. الحمد لله التلاميذ أولياء الأمور متفاهمين لهذا الظرف ولهذه الحالة، لهذا نشيد بأيديهم ونسأل الله أن يرفع لنا عنا هذا الوباء. ونتقدم بالشكر الجزيل للجنود الخفاء الصحافة التي في حقيقة اللي هي اللي كتحاول أن تقوم بتسويق لهذا العمل وهذا النموذج المتميز.